أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لإعداد القادة الشباب تحمل في طياتها أهدافا نبيلة على القطاع الشبابي في المملكة، باعتبارها تساهم في تمكين الشباب من القيام بدورهم في المجتمع ليساهموا بشكل إيجابي وفعال في دعم الجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصناعة مستقبل المملكة. جاء ذلك خلال استقبال وزيرة شؤون الشباب والرياضة لثلاثة فرق مشاركة في مبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لإعداد القادة الشباب، حيث استمعت إلى شرح مفصل من قبل أعضاء الفريق عن مشروعاتهم وأهدافها والرسائل التي ستحملها تجاه المجتمع. وأكدت وزيرة شؤون الشباب حرص الوزارة على الوقوف إلى جانب الفرق المشاركة في المبادرة ودعم مشروعاتهم باعتبارهم يحملون رسائل وقيم تخدم تطلعات الشباب البحريني وصناعة قيادات شبابية وطنية تساهم بجهودها في الارتقاء بعمليات التنمية في المملكة.